مين حضرتك؟ يا الدرجة دي شكلي اتغير. أنا زكريا. زكريا؟ اتخرجت إمتى؟ لسه خارج. محتاج أسلم عليك وأشوف حنين. اتفضل اتفضل اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. اتفضل استريح. لكن ما قلتليش ايه اللي فكرك بينا بعد ما خرجت من السجن؟ الا واحنا مش برضه اهل ونسايب ولا ايه يا مجد؟ كنا اهل يا استاذ زكريا، لكن دلوقتي مفيش حاجه تربطنا ببعض. ليه؟ وانت مش برضه لسه خالد حنين بنت الوحيده اللي انت قتلت امها؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. ليه؟ بلاش نخوض في السيره دي احسن. تمام. عموما حنين مش بنتك. بأمارة ايه؟ هو الاب اللي خلف ولا الاب اللي ربى؟ الاب اب يا ماجده، خلف ولا ربى برضه هيفضل اب. حنين مش عايز تعرفك ولا عايز تعرف اي حاجه عن سيرتك. للدرجه دي قسيتي قلبها عليا؟ انا ما قسيتش ولا حاجه. هي طالعه من نفسها ورثة الأسية منك. طب هي فين دلوقتي؟ عايز أشوفها. مش هسمح لك تشوفها. حنين ليها حياتها دلوقتي وعلى وش جواز، وظهورك في حياتها دلوقتي مش هينفعها. هي قايلة إن سايبها إنك سبتها من زمان وسافرت وهاجرت ومش راجع تاني. أرجوك يا مجد، أرجوك ما تبقيش أنت والأيام علي. أهم عليك يا أنا بقالي 15 سنة مستني اللحظة دي. 15 سنة في السجن. بقاسي الحرمان إن أنا أشوف بنتي. أنت اللي عملت في نفسك كده، محدش عمل فيك حاجة. أنت ما كنتش كده. إيه اللي غيرك؟ الدنيا. الدنيا اللي عشت فيها لوحدي بعد ما ماما ماتت. اللي اتحملت فيها مسؤولية أكبر من سني بكتير. وماليش ذنب فيها. عايز ايه يا زكريا؟ سيبك مننا. انا راضيه باللي حصل لي. اني شلت فاتوره مش بتاعتي عشان احافظ على حنين. عايز تدمر بنتك؟ عايز تضيعها؟ لو انت عايز كده مش هسمح لك، حتى لو هعمل لك محضر عدم تعرض. انت لو عايز تدخل في سكه الفضايح يبقى هتخسر كل حاجه. حنين خلاص عارفه انه ابوها مجرم. أنا مش بتاع فضايح وأنت عارفة. لو كنت عايز أخش في سكة الفضايح كنت اتكلمت في الـ15 سنة اللي فاتوا دول. أنا كل اللي طالبه منك إنك تعملي فيها معروف وتخليني أشوفها. مش هتشوفها. ولو سمحت تمشي من هنا وتنسى العنوان ده خالص. حاضر. بس ممكن قبل ما أمشي شوف صورتها. نفسي اشوفها بعد ما كبرت دلوقتي بقى شكلها ايه. بالراحه شويه يا بابا، انت بتمدي لي الجزمه اتقطعت. هجيب لي الجزمه ليه؟ طب شيلني على كده. حاضر. شاطر يا زكريا، انا بحبك قوي. وانا بموت فيك. طب هات لي غزل البلد بس كده. حاضر، هجيب لك كل اللي بتحبيه.